الفنان القدير محمد نور البلوشي ممثل عماني شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، من أهمها فوازير مسافر خانة وفوازير مسابقات رمضان المقص في عام 1985 ومسلسل وتبقى الأرض في عام 1987 ومسلسل صيف حار عام 1988 وفوازير معجم أسماء العرب في عام 1990 ومسلسل نوافذ من الحياة في عام 1991 ومسلسل آباء وأبناء عام 1991 وتمثيلية موظف وبس عام 1992 ضيف شرف ومسلسل دروب في عام 1994 ومسلسل الشعر ديوان العرب في عام 1994 ومسلسل قراءة في دفتر منسي في عام 1995 ومسلسل عمان في التاريخ في عام 1995 ومسلسل حادثة الساحل في عام 1997 ومسلسل في منتصف الطريق في عام 1998 وسباعية زهور وجدران في عام 1998 وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.